لو قلت لك ان ساعات رولكس كان لها علاقه وطيده بالحرب العالميه الثانيه، ومش بس كده، ده كمان كان لها قصه طريفه جدا مع اسرى الحرب البريطانيين المحتجزين في المانيا. القصه دي كانت سبب انتشار رولكس في العالم كله، وتعالوا نعرف القصه في اول حلقه من سلسله حروب وشركات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد حسني، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج وور باس، برنامج اختصار وور اند بزنس، الحرب والبزنس. لو اول مره تشوف القناه او الصفحه فهتلاحظ احنا بنتكلم في مواضيع متنوعه، بنتكلم في الحرب والبزنس والاقتصاد وامور تانية كتيره، لان الامور دي كلها مترابطه وكلها جزء من الصوره الكبيره، واحنا نفسنا كبشر جزء من الصوره الكبيره بنتاثر بكل اللي بيحصل فيها. علشان كده انا فكرت في فكره جديده، وهي ان انا اعمل سلسله اربط فيها تاريخ الحروب والشركات مع بعض، واخلي اسم السلسله حروب وشركات. وبطلت اول حلقه في السلسله هي شركه رولكس السويسريه لانتاج الساعات الفاخره. شركة رولكس اتأسست سنة 1905 كشراكة بين ألفريد ديفيز، والشخص الثاني والأهم وبطل القصة معانا هو هانز ويلسدورف، وواضح جدا من اسمه أنه ألماني. الشركة تخصصت في إنتاج الساعات مع التركيز على الجودة في التصنيع والدقة في التوقيت، وكانت بتستورد كل المكونات من سويسرا، والشركة مقرها كان في بريطانيا لندن. بعد الحرب العالمية الأولى شركة رولكس عانت من ارتفاع تكاليف استيراد القطع والمكونات بسبب ارتفاع الضرائب. بناء عليه تم اتخاذ أهم قرار في تاريخ الشركة، وهو نقل مقر الشركة إلى سويسرا علشان تكون قريبة من موردين المكونات. القرار ده هيخدم مستقبل الشركة بشكل كبير جدا، لان سويسرا هتكون دولة محايدة في الحرب العالمية الثانية. منذ نشأتها ارتبط اسم رولكس بالفخامة والجودة العالية جدا، وكانت اول شركة تصنع ساعة مضادة للمياه سنة 1926. سنة 1931 انتجت شركة رولكس اول ساعة اوتوماتيكية في التاريخ، وامتلكت حقوق الملكية ليها. وسنة 1954 انتجت اول ساعة ضد المية حتى عمق 100 متر. مع اندلاع الحرب العالمية الثانية الطيارين البريطانيين كانوا بيشتروا ساعات رولكس كبديل للساعات الاقل جوده اللي كانت بتتصرف ليهم من سلاح الطيران، واصبحت من القطع المفضله عند الطيارين البريطانيين بسبب الجوده والدقه. لكن لما الطيار كان بيقع في اسر الالمان كان بيتم ارسالهم الى معسكرات الاعتقال وبيتم مصادره الساعات. هانز ويلسدورف سمع بموضوع مصادره الساعات، وعرض على الطيارين البريطانيين المعتقلين هو يصنع لهم ساعات جديده مكان الساعات اللي صدرت، ومش مطلوب منهم يدفعوا اي فلوس الا بعد نهايه الحرب، في مقابل ان الطيارين يكتبوا الرولكس قصه الاسر وازاي هو وقع في اسر الالمان، كنوع من انواع الروابط العاطفيه اللي هتتربط بقصة الساعة لما تتصنع. بناء عليه تم تصنيع الالاف من ساعات رولكس للطيارين البريطانيين في المعتقلات الالمانية. بس هنا في سؤال مهم، ازاي سمح الالمان بدخول الساعات دي؟ ويلسدورف الماني وليس بريطاني، وشركته موجودة في سويسرا الدولة المحايدة، واللي بينها وبين المانيا تعاون مشترك، وكنوع من اظهار التعاون وافق الالمان على دخول الساعات للطيارين البريطانيين. قد يكون الامر بسيط ظاهريا، ولكنه في الواقع كان له تأثير ايجابي كبير على سمعة رولكس. اولا الطيارين البريطانيين ارتفعت روحهم المعنوية جدا، وبطريقة ما ويلسدورف نفى اي علاقه بينه وبين نظام المانيا النازي. العسكريين الامريكيين المتمركزين في اوروبا سمعوا بالقصه وحرصوا على اقتناء ساعات رولكس وهم راجعين امريكا بسبب السمعه الكويسه للساعه. نقولها بطريقه تانية، الجوده العاليه للساعه بالاضافه الى القصه العاطفيه المرتبطه بيها، ده فتح السوق الامريكي بالكامل لساعات رولكس من اوسع الابواب بسبب السمعه الجيده اللي اضيفت للساعات القيمه. من بعدها بنت رولكس اسم عالي مرتبط جدا بالفخامه وانتاج ساعات لفئه معينه من المستهلكين، ورعايه رياضات معينه تهم الفئه دي من المستهلكين، وعلى رأسها رياضات البول وركوب الخيل. ساعات رولكس القديمة تعتبر حاليا من المقتنيات وبتباع بأسعار خيالية بسبب جودة التصنيع والدقة. لكن في سبب تاني أهم، وهو إن كل ساعة رولكس أنتجت خلال فترة الحرب العالمية التانية لها قصة فريدة من نوعها. النوع ده من الارتباط أضاف إلى قيمة الساعة المعنوية قبل المادية. مش قلت لكم كل حاجة في الصورة الكبيرة بتكون مترابطة؟ وقصة النهاردة هي دليل على ترابط قوي جدا بين الحرب والبزنس وبين تاريخ الشركات وتاريخ الحروب. ولحد هنا بكون وصلت لنهاية القصة ونهاية الحلقة، وأتمنى إنها كانت حلقة مفيدة وممتعة. اذا حابب تدعم القناة على باتريون فهتلاقي لينك الدعم موجود في وصف الحلقة واول كومنت، لكن اهم دعم ممكن تقدمه للقناة هو اللايك والشير عشان الالجوريزم اليوتيوب. فاذا عجبتك الحلقة فعليك باللايك والشير بقدر الامكان عشان الحلقة والقناة توصل لاكبر عدد من الناس. لكن كالمعتاد اهم حاجة عندي هو رايكم في الكومنتات، لان ارائكم فرصة كويسة لتبادل الاراء والافكار وبتساعدنا على تحسين مستوى المحتوى. دمتم بصحة وعافية، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.